إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيكم. لما منقول أعو أعو، الهمزة من أقصى الحلق، أ العين من وسط الحلق يعني أعلى، أعو أعو. لاحظتم العين الفصيحة لا بد فيها من رجوع لسان المزمار إلى الوراء قليلا، أعو 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 أي. أما إذا قلنا أعوذ أعوذ، هذا مو عين، هذا صوت هيك، صوت هلامي مو معروف رأسه من رجليه. عرفنا كيف؟ هذا أغلب النساء بيقولوا هيك، أغلب السيدات بينطقوا هكذا. إياك نعبد نا نا، هذا مو عين. العين شو؟ نع. إياك نعبد نع، لابد منك تخلي لسان المزمار اللي هو هذا يعني لسان المزمار ما بيظهر، لسان المزمار يعني رجع لسانك لورا، أع انتبهنا كيف؟ إياك نع أعو انتبهنا نستعي، هكذا العين الفصيحة، هكذا العين الفصيحة. منش منش ش، هكذا الشين، الشين فيها رخاوة يعني جريان الصوت، فيها همس. حط يدك هنا قول ما تجد تحت يدك اهتزاز، الاهتزاز جهر، عدم الاهتزاز همس. انتبهنا؟ قد أثناء نطق الشين الشفتين شوي يتحركوا لكن مو لدرجة أش. انتبهنا؟ يعني بعض أخوانا بيقولوا منش، هذه للشفتين الواو باء ميم بس، للشفتين الواو باء ما في شين. انتبهنا؟ لكن إذا تحركوا شوي العضلات هذا شيء طبيعي، منش منش لكن مو منش. انتبهنا كيف؟ طبعا الشين فيها صفة التفشي وانفردت بها، التفشي هو الانتشار، انتشار الصوت. لما تقول أش بتلاقي الصوت ايه عم ينتشر في الفم. من الشيطاء طاء طاء، الطاء مفخمة لابد فيها من طاء، تفخيم الطاء وعدم همسها. كثير من اخواننا بيهمسوا الطاء طاء، بيقولك من الشيطاء طاء. الطاء ليست من حروف سكت فحثه شخص، انتبهنا؟ طا طا مجهورة.
نرى نرى النون لابد أن تكون مكسورة كسر كامل. الرجيم أج أج هكذا الجيم الفصيحة أيها الإخوة. أج جا جو جي صوتها محبوس لأنها من حروف أجد قطن بكت. أجد قطن بكت. أج الرجيم لا نقول الرجيم جي. هذه الجيم شو؟ رخوة. والجيم الفصيحة ليست برخوة. تبهنا كيف؟ طيب اسمعوا الرديم الرديم. بعض اخواننا بلفظها كما لفظتها الان مخلوطة بالدال. ما يصح ما يصح. الدال شيء والجيم شيء. الجيم من وسط اللسان والدال من طرف اللسان. فمن قال الرديم فقد استعمل طرف لسانه بالإضافة إلى استعماله وسط لسانه. ما طريق الخلاص من ذلك؟ عدم استعمال طرف اللسان. أج الرجيم واضح أيها الإخوة. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لابد من أن تكون الكسرات كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نقول كما يقول بعض الناس الله يهديهم يهدينا جميعا بس. اسمعوا بس بس هذه كسرة مخلوطة بسكون. كسرة مخلوطة بإيه؟ بسكون. قال الإمام الطيبي رحمه الله وعند نطق الحركات فاحذر نقصا يعني إنك تقصر الحركة أو إشباعا يعني إنك تطول الحركة أوان أصلها أوان أوان تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون يعني أو مزجها بالسكون. فمن يقول بسم المل شايفين بسم الله الرحمن الرحيم فقد مزج تلك الكسرات بإيه؟ بالسكون. لابد أن نقول بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كما لفظناها. الميم الأخيرة الرحيم انظروا الرحيم لاحظتم شيء بسيط كثير حتى تأخذ حظها من صفة وبين رخو والشديد لن عمر من صفة البينية التي هي الجريان الجزئي للصوت. أما بعض في عندنا طرفين طرف شو بيقولوا خاصة هدول اللي بيسموهم الصيتين عرفتون الصيتين بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وكأنه نطق ايه باء. وبالمقابل في عندنا بعض اخواننا بيقولوا الرحيم يعني لا كده ولا كده. انتبهنا كيف نعطيها حظها من ايه من بين الرخو والشديد وبس. الحم شوفوا الحم تك تك الحم مين اطول ال ولا حم نفس الطول. الحمد لله رب العالمين شايفين النون مين شيء بسيط كثير. الرح شوفوا الر الهمزه مرققه الراء مفخمه. ما بيصير نقول الرحمن. اذا قلنا ار ماذا حدث للهمزه؟ تفخمت. والعرب لا تفخم الهمزه. العرب تفخم خص ضغط انخفاض وليست الهمزه منها. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيا انظروا لهذه إيا اسمعوا إيا إيا. هل انقطع صوت الياء؟ ما انقطع لأنها رخوة ليست من حروف أجد قط بكت حتى تكون شديدة وليست من لن عمر حتى تكون بين الرخوة والشديدة فهي رخوة. ومعنى رخوة صوتها قابل للمط والتطويل وللجريان. إيا لكنها مشددة فهي رخوة مشددة. وإن شئت فقل مشددة غير شديدة. انتبهنا كيف؟ فلابد من أن يبقى صوتها جاريا مع وجود التشديد. الخطأ اللي ممكن يكون فيها خطأين. الأول أن يقول القائل إياك نعبد وإياك ياك. شو عم يعمل هذا أخونا؟ عم يقطع صوت الياء مع أنها حرف إيه؟ رخو. الخطأ الثاني إياك نعبد وإياك إيا شو عملها؟ مطها
والمط والإدغام لا يجتمعان، إذا أدغمت فلا تطويل وإذا طولت فلا إدغام. هنا في إدغام ولا ما في إدغام؟ في إيا. لذلك العرب لم يكن يدغمون حروف المد. هلا نحن بنقول بالقرآن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، شايفين؟ لو أدغمنا لقلنا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، ولا نفعلها ولا أحد يفعلها. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقول ربي وبلى، ثم قال وأبن، أبن فعل أمر من الإبانة، في يومي، شايفين؟ مع أنه ياء مع ياء، في يومي، يعني لا تقول في يومي، مع قالوا وهم، واو مع واو لأن الواو الأولى مدية، إما مد وإما إدغام. فهنا في الفاتحة مد ولا إدغام؟ إدغام. إياك نعبد وإياك، إذا ندغم الياء في الياء ولا نقطع صوتها. نستعين، اهدنا، نعطي الهاء حقها من ايه؟ من الرخاوة. ولا نبعد الوترين الصوتيين في الحلق عن بعضهما جدا، مثل حرف في، اذا صار الوتران مثل حرف في سيتدفق الهواء بسرعة، مثل واحد فاتح الحنفية على الاخر، ماذا يحدث للماء؟ يخرج بكثرة وبقوة. بيقول لك اهدنا الصراط، بتلاقي فض الرئتين من الهواء وتعب، ويا ريته بعد كل هالتعب شو عمل؟ نطقها، لا نطقها وتعب حاله وتعبنا معه. ما السبب؟ انه بالغ في ابعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما. الوترين لازم يكونوا لا ملتصقين ولا ابعاد جدا، بوضع وسط. اهدينا الصي، اهدينا الصي. نأتي إلى الصي، الصراط. الصاد تكلمنا عنها في هذا المكان أكثر من مرة، بأنه دخل عليها عند بعض من يعلم القرآن صوت زائد، وهو إعمال الشفتين. بعض من يعلم القرآن بيقول لك أص، اهدنا الصراط، أص. ما هذا؟ لو سألنا ما هذا؟ هل عندما وصف أئمتنا مخرج الصاد ذكروا الشفتين؟ ما ذكروا، ما ذكروا. ولما ذكروا الشفتين وعملهما وحروفهما هل ذكروا الصاد؟ ما ذكروا. أص مثل أس مثل أز، هذه الثلاثة أحرف صفير مخرجها واحد، والفرق بينها في الصفات. الفرق بينها بإيه؟ أص مثل أس مثل أز من حيث الشفتين. تبهنا كيف؟ ما نقول أص، تبهنا كيف؟ بزمانه سنة 1973 قديش كان عمرك؟ ما كنت خلقان؟ طيب كنت عم بقرأ على شيخنا الشيخ محمد سكر الله يرحمه يزيع لنا كل خير، فشاب صغير أول طلعتي أنا، فأقول قدامه اهدينا الصراط، فقال لي الشيخ اهدينا الصي. أنا شو عملت؟ أنا زميت الشفايف لوين؟ إلى الأمام كما علمني بعضهم جزاه الله خيرا. فقال لي الشيخ اهدينا الصي، ليش عم تعمل شفايفك هيك؟ شاب، بتعرف الشباب بيحبوا يتفلسفوا. قلت له سيدي من شان الصفير. قال لي والسين فيها صفير، ليش ما بتقول أس؟ والزاي فيها صفير، ليش ما بتقول أز؟ عزيز هيك هيك، لا خلي هي الكلمة، اللي عزيز. والله ضحكت على حالي أنا، والله مزبوط حكي، مزبوط مزبوط. الواحد بده لما بيسمع الحق بده يقبله. لما انتقلت بعد سنوات إلى أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أكد لي هذا المعنى، بأن إعمال الشفتين مع الصادي لحن داخل على التلاوة. الله أعلم شو سببه، لكنه لا يصح ولو كان بعض الناس يقرئ به لأنه اعتاد على ذلك. نعم، انتبهنا. اهدينا الصراط، الصي، انظروا، الصي، الصي، صراط الذين أنعمت عليهم غي، شوفوا غي، 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 من غين المفخمة إلى مين؟
مرققة. المغ، المغ بالعكس من ميم مرققة لميم إلى غين مفخمة. المغضوب عليهم ولا الضا، ولا الضا. هنا كم ضاد ننطق أيها الإخوة؟ ضادين، ضاد ساكنة مدغمة في ضاد إيه؟ مفتوحة. ولا الضا، ولا الضا، الضا، ولا الضا. ثم نمد الضا كما ذكرت منذ قليل بمقدار يا موسى أو بمقدار نوحيها، يعني بمقدار ست حركات. ولا الضا، قالوا هذا ست حركات، يعني إذا كان المد الطبيعي حركتين معناها ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. فإن شئت قل ست حركات، وإن شئت قل ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. انظروا، يا موسى، يا موسى، يا حركتين أليس كذلك؟ مو سا، جمعوهم شو بصيروا؟ ست حركات. إذن ولا الضالين، فالضاء نمدها بمقدار يا موسى وبس، مو كل واحد ولا الضاء وين رايح؟ القرآن ليس أغنية، القرآن ليس أغنية، القرآن كلام الله عز وجل كل ما فيه منضبط. لذلك الإمام السخاوي رحمه الله في منظومة عمدة المفيد بدأها بقوله يا من يروم تلاوة القرآن وترود شأو أئمة ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. أول تنبيه شو قال؟ لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يعني لا تظن التجويد أنك يلا كل ما طولت المد معناته أنت والله ما شاء الله حولك شيخ مجود. لا يا حبيبي، لا، الأمر منضبط. وقبله الخاقاني رحمه الله شو قال؟ زين الحرفة، انظروا إلى هذه الكلمة الذهب، زين الحرفة. زين فعل إيش؟ أمر من الوزن، من وزنه، ما هيك؟ زين الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. أخرجه عن حد وزنه. لين، لين هذا مد عرض السكون كما نعلم، يصح أن نمده حركتين أو أربعة أو ستة، لكن نحن معتادين عادة أن نمده أربعا. مو معناها الستة غلط، مو معناها الحركتين غلط، كله جائز، لكن خير الأمور الوسط كما يقولون. بدي نبه على أمر يكثر، نحن أيها الإخوة في بلاد العرب المشرقية نقرأ برواية حفص عن عاصم، وحفص رحمه الله كوفي، وأهل الكوفة العدد عدد آيات الفاتحة عند الأمة الإسلامية جميعا سبع آيات، عدد آيات الفاتحة عند الأمة الإسلامية جميعا سبع آيات، لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. لكن اختلفوا هل البسملة آية مستقلة نزلت في أول كل سورة، أم هي آية من أول كل سورة، أم هي آية من أول الفاتحة فقط وآية للفصل بين السور في غيرها؟ آراء عديدة، طالما قلنا آراء معناها الأمر اجتهادي، والأمر يتكلم فيه بالرجحان لا بالقطع، انتبهنا كيف؟ فالكوفيين لما بيعدوا الفاتحة بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، الحمد لله رب العالمين هذه آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية. انظروا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه شو بيعتبروها؟ آية، ما عاد فيها وقف. فكثير من إخواننا شو بيعملوا؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، فيبدأون بغيري. طب يا أخي أنت عم تبدأ بغيري مجرورة، ولا يبتدأ بكلمة مجرورة إلا إذا كانت رأس آية، إذا كانت رأس آية فعلى العين والرأس، لأن رؤوس الآية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول مالك يوم الدين، نبدأ بمالك ونبدأ بالرحمن الرحيم. كيف نبدأ بمجرور؟ لأنها إيه؟ رأس آية. لكن غيري، انظروا في المصاحف بين أيديكم، هل غيري رأس آية؟ ليست برأس آية. فلذلك حاولوا بارك الله فيكم
لما بتقرأوا في الصلاة أن تقولوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا، كلها إيه؟ ما إذا صعب عليكم الأمر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شو بتعمل؟ ترجع تربط المعنى بعضه ببعض. أما إخواننا مثلا الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع أو قالون عن نافع، نافع مدني وأهل المدينة عندهم البسملة في العدد المدني آية لوحدها والفاتحة سبع آيات كالتالي: الحمد لله رب العالمين، هي الآية رقم واحد في مصاحف ورش، شوف مصاحف ورش هتلاقي الحمد لله رب العالمين هي الآية رقم إيه؟ الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لأنهم يقرؤون ملكي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هي صاروا كم؟ خمسة. صراط الذين أنعمت عليهم هذه ستة، فعليهم آية عندهم، فجاز لهم أن يبدأوا بإيه؟ بغير المغضوب عليهم. إذا لو رأيت من يقرأ بورش أو بقالون فبدأ بغيري ففعله صحيح، لأنه يبدأ بإيه؟ برأس آية. أما بالنسبة لنا نحن الذين نقرأ برواية حسن عن عاصم فغيري ليست عندنا برأس آية، فحاولوا بارك الله فيكم ألا تبدأوا بها.